الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك سيد حرفوش. نبدأ بالحصيلة المؤسفة التي وصلت إليها الأوضاع في قطاع غزة، أكثر من 24 ألف شهيد وأكثر من 62 ألف مصاب. برأيك إلى أي مدى الإجراءات المتخذة عربيا ودوليا تجاه وقف هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني يمكن أن تثمر أو تحقق ما تصبو إليه ربما القرارات الفلسطينية أو ما تسعى إليه؟ مساء الخير. يعني دولة الاحتلال وآلة الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر وهي ما زالت ترتكب المجازر بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني وبحق أهالي قطاع غزة، وبالإضافة إلى تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، تريد من خلال هذه الإجراءات ومن خلال هذا العنف الهمجي بحق أبناء قطاع غزة لانعدام الحياة والتواجد في قطاع غزة. كل المحاولات العربية والدولية باءت بالفشل، وكل اللقاءات والاتصالات وحتى الأفكار المطروحة لوقف إطلاق النار أو الوصول إلى هدنة أو هدن كما طرح بالصفقة السابقة، لأن نتنياهو متعنت بمواقفه ومجلس الحرب رافض لوقف إطلاق النار ووقف هذه المجازر. واليوم كيربي أيضا لا يريد وقف إطلاق النار، لذلك كل هذه المحاولات سواء العربية أو الغربية باءت بالفشل، ولم تستطع الضغط على نتنياهو أو الضغط على الولايات المتحدة لوقف هذا العدوان. لذلك الولايات المتحدة توفر هذا الغطاء وتوفر هذا الدعم إلى نتنياهو لمنع وقف إطلاق النار. نتنياهو يريد استمرار هذا العدوان، ويريد إطالة عمر هذه الحرب، ويريد أيضا توسيع رقعة هذه الحرب. نتنياهو يدرك بشكل قاطع بأن وقف هذا العدوان ووقف إطلاق النار معنى انتهاء عمره السياسي وانتهاء مستقبله السياسي. لذلك هو يسعى إلى إطالة عمر هذا الحرب، وبالأمس أعلن بأنه ستستمر هذه الحرب ليس لسنة 2024 وإنما لسنة 2025، وهو يريد أن هل برأيك سيد حرفوش يعني نتنياهو يتصور أنه يستطيع أن يبقى في السلطة حتى هذا التوقيت؟ إذا ما أخذنا في الاعتبار اليوم غادي آيزنكوت الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي والذي علق على سلوك الحكومة الإسرائيلية قائلا بأن سلوك هذه الحكومة قبل 7 أكتوبر وبعده هو فشل كبير جدا، هذا وزير في كابينة الحرب. صحيح، آيزنكوت وأيضا جانتس منذ أكثر من شهر أعلنوا بشكل واضح وصريح أن نتنياهو يريد تحقيقه السياسية الخاصة، وهو يعرض دولة الاحتلال ووجودها إلى الخطر في ظل الأهداف التي أعلنها، الأهداف السياسية التي أعلنها نتنياهو. وما زالت أكثر من 105 أيام وما زالت هذه الأهداف لا تحقق أي من دولة جيش الاحتلال أو دولة الاحتلال تحقيق أي من أهدافها. لذلك كل المحاولات التي يقوم بها نتنياهو وأيضا يقوم بها جيش الاحتلال باءت بالفشل. لذلك بدأت هذه يعني وجهات النظر أو الاختلافات تبرز بشكل واضح، وبدأت التصريحات والمقالات تظهر بشكل واضح. اليوم باراك طالب بإجراء انتخابات مبكرة، وبالأمس إيزنكوف قال علينا أن نفكر بأفكار جديدة، والاستمرارية بهذا المسار على اعتبار أنه هذه كذبة. لذلك نتنياهو يمارس التضليل والكذب والنفاق بأنه يريد يستطيع أن يحقق الأمن والأمان إلى المواطن الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي. لذلك بدأ الجمهور أيضا الإسرائيلي والأحزاب المعارضة وكافة يعني قطاعات وتشكيلات السياسية والمجتمع الإسرائيلي ترى بأن نتنياهو لا يستطيع تحقيق هذه الأهداف، وفقدت الثقة فيه وأيضا في المنظومة والمؤسسة العسكرية. لذلك شاهدنا بالأمس واليوم المصيرات الكبيرة والضخمة في المدن الفلسطينية المحتلة تنادي بتغيير
هذه الحكومة، وأيضا طالبت بالأولوية إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وكافة المقالات والانتقادات الموجهة لنتنياهو بشكل واضح بأنه لا يريد وقف هذا العدوان، يريد الاستمرار بهذا العدوان من أجل تحقيق أهدافه السياسية الشخصية والتهرب من يعني محاكمته. لذلك هو يدرك بأن وقف هذا العدوان اليوم الذي يقف فيه هذا وقف إطلاق النار ووقف العدوان، اليوم التالي سيتوجه إلى المحكمة وسيكون بقفص الاتهام. لذلك هو يمارس هذا النفاق والتضليل، ويمارس أيضا عدوانيته الشرسة والمجنونة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة من أجل يعني عدم الوصول لوقف إطلاق النار. لذلك كل هذه السياسة وكل هذه التصريحات والمواقف التي يعلنها نتنياهو أصبحت واضحة إلى العيان، ويدركها كل المواطنين الإسرائيليين وأيضا عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، بدأوا يعني بفقدان الثقة بنتنياهو بأنه يستطيع استرداد أبنائهم أحياء. لذلك هذه المصيرة بالأمس كانت أكثر من 120 ألف متظاهر في تل أبيب لوحدها، وتعطوا المطالبة بنتنياهو استرداد أبنائهم أحياء. لذلك كل هذه يعني الاعتراضات للحكومة نتنياهو سواء تشكل أداة ضاغطة وتكون قادرة إذا تطورت هذه المظاهرات والمسيرات والانتقادات قادرة على إجبار نتنياهو على وقف هذه الحرب. سيد حرفوش، يعني لو انتقلنا إلى موضوع آخر وهو استهداف شكوى جنائية للرئيس الإسرائيلي هرتسوغ خلال زيارة يقوم بها إلى منتدى دافوس في سويسرا، وكل ما أثير خلال الساعات الماضية حول جدوى هذا التحرك القانوني وأيضا رد الفعل القانوني السويسري من المدعي العام هناك، لأنه قال أنه يعني يتواصل مع وزارة الخارجية لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني بين قوسين هرتسوغ. كيف رصدتم أنتم في فلسطين هذه التحركات القانونية على الصعيد الدولي، وإلى أي مدى تعولون عليها؟ هذه جبهة جديدة فتحت إضافة للجبهات العسكرية وجبهات المقاومة في عدوانها أو في هذه الحرب. أصبح العالم يدرك بأن دولة الاحتلال اليوم تشكل دولة مارقة وتهدد السلم والأمن الدوليين، وهي تهدد سلامة المنطقة. لذلك هذا التطور النوعي والجديد ب يعني تقديم شكوى لرئيس دولة الاحتلال، أعتقد إذا ما أحسن يعني المحامين والمنظمات الحقوقية بتطوير هذه الشكاوي سيكون ملاحقين كافة يعني رموز دولة الاحتلال. شاهدنا الأسبوع السابق في محكمة العدل الدولية المرافعة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، والشكوى التي تقدمت التي شكلت نقلة نوعية في مواجهة دولة الاحتلال. ولذلك اليوم أيضا تضاف هذه الشكوى لمحكمة الجناية الدولية لتشجع الآخرين أيضا على توجيه هذه الكثير من الانتقادات، وسيصبح بالمستقبل القريب كافة يعني قيادة دولة الاحتلال يعني مهددين بالملاحقة والاعتقال وتقديم الشكوى لهم، وهذا قد يعني يجعل منهم كمجرمين حرب، وسيساعد يعني محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في المساهمة في يعني في ملاحقة دولة الاحتلال وملاحقة جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بحكم يعني ارتكابهم للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على مدار يعني أكثر من 75 عام الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وأيضا في ظل هذه العدوان الشرسة التي ارتكبت فيها المجازر يعني على مدار 105 أيام. باعتقادي اليوم العالم والمنظمات الحقوقية والدولية وكافة النشطاء القانونيين والحقوقيين أصبحوا يسعون ويجاهدين على
ملاحقة يعني قادة دولة الاحتلال وتوجيه لهم الاتهام والشكوى بأنهم يعني مجرمين حرب ويرتكبون يعني الإبادات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا يعني ينتهكون القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يعني على قدر ما دولة الاحتلال يتوفر لها الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، لكن في ظل هذه الشكاوى وفي ظل الملاحقات القانونية باعتقادي لا تستطيع الولايات المتحدة والدول الغربية المتواطئة مع دولة الاحتلال توفير لهم هذه الحماية، وسيكونوا يعني بالمستقبل ملاحقين كمرتكبين للمجازر وأيضا منتهكين للقانون الدولي. على ذكر الولايات المتحدة تحديدا، البيت الأبيض صرح اليوم بأنه كان هناك اتصال ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي جو بايدن حول التطورات في إسرائيل وتحديدا في قطاع غزة. إن أخذنا في الاعتبار الأنباء المتداولة على مدار 48 ساعة الماضية من أن هناك أعضاء في فريق بايدن طلبوا ربما بأن ينفض يده عن نتنياهو، بل ويتبرأ بايدن وإدارته من أفعال نتنياهو وحكومته في نوع من المحاولة ربما باللحاق بالركب السياسي الداخلي في الولايات المتحدة وأمام الرأي العام العالمي. هذه الرؤية تتوقعون أنها يمكن أن تحدث بأي حال من الأحوال أو ربما بدرجة أقل من هذا، ولكن يمكن أن تنفض الولايات المتحدة يدها عن إسرائيل يوما ما، أم أن المزدوجة الأمريكية الإسرائيلية لا يمكن أن تنفك بهذه السهولة أو حتى بهذه الصعوبة؟ صحيح، يعني من خلال هذه المكالمة الهاتفية التي جرت ما بين نتنياهو وبايدن والتسريبات التي تتعلق بهذه المكالمة، وأيضا بالتصريحات التي صدرت من بلينكين والبيت الأبيض بأن هناك تباينات وفجوة في وجهات النظر فيما يتعلق بإدارة الصراع، فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وشهد يعني أكثر من أسبوعين الضغط الأمريكي أو النصائح الأمريكية بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثالثة في هذه الحرب وهذا العدوان، ونتنياهو وغانتس يعني ما زالوا يمارسون نفس أدواتهم ونفس سياساتهم في هذا العدوان، ووقع نتنياهو تحت الابتزاز أحزاب الصهيونية الدينية للمحافظة على هذا الائتلاف وعدم يعني انهيار هذه الحكومة، ويعني النزول تحت ضغوطهم وملاءاتهم باستمرارية المرحلة الأولى والثانية من هذا العدوان وتكثيف يعني إطلاق النار وارتكاب هذه المجازر، لكن في ظل ذلك بدأ يعني الانتخابات الأمريكية أو حفلة هذه الانتخابات الأمريكية في الولايات المتحدة تشهد يعني تقدم لدى مرشحين الحزب الجمهوري، وفي كل الاستطلاعات الأخيرة التي صادرة من الولايات المتحدة أشارت ب يعني تدني شعبية بايدن نتيجة دعمه لنتنياهو لهذه الحرب، لذلك هذه شكلت عامل ضاغط على يعني إدارة بايدن بضرورة يعني الابتعاد شيئا ما على نتنياهو ممارسة هذا الضغط، لكن باعتقادي لا يمكن الولايات المتحدة الاستغناء أو رفع الغطاء عن دولة الاحتلال، قد يعني يكون هناك ممارسة للضغط على نتنياهو شخصه بتفكير يعني ما بعد نتنياهو في هذه المرحلة من أجل كسب ود الإيباك والمؤيدين لدولة الاحتلال في يعني المجتمع يعني الأمريكي، لكن هم يوفرون كل الدعم والإمكانيات لدولة الاحتلال، ولا يمكن يوما من الأيام يعني رفع الغطاء عن هذه دولة الاحتلال، ولكن استطاعتهم الضغط على نتنياهو ويعني من أجل يعني الانتقال إلى المرحلة الثالثة في هذه الحرب، أو يعني الوصول إلى هدن إنسانية وتقديم بعد يعني المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل يعني الذهاب إلى الناخب الأمريكي ليقول له بأن استطعنا تحقيق يعني تخفيف من وطرة هذه الحرب وتقديم
وتخفيف من حدة الانتقادات إلى الإدارة الإدارة بايدن، لكن الولايات المتحدة تعرف جيدا بأن العلاقة ما بينها وبين إسرائيل هي علاقة عدوية، وهي ذراعها التنفيذي بالمنطقة، وهذه العلاقة يعني وهي يعني القاعدة الاستعمارية والاستيطانية في الشرق الأوسط، وهي واجهتها بمنطقة الشرق الأوسط. لذلك يعني هناك فعلا تباينات واضحة ما بين إدارة بايدن ونتنياهو ومعسكر نتنياهو، لكن ما زالت هذه التباينات لم تشكل خطوات حاسمة وضاغط على نتنياهو بوقف العدوان او تخفيف من يعني ارتكابه للمجازر او تقليل هذه الخسائر يعني البشريه بحق المدنيين الفلسطينيين او الانتقال بشكل يعني كما هو مخطط له في المرحله الثالثه، او يعني او تقديم خطه نتنياهو لليوم الثاني من العدوان. لذلك ما زالت يعني هذه التباينات واضحة وملموسة، وما زال نتنياهو يريد توريط الولايات المتحدة بحرب إقليمية بالمنطقة من أجل الإنقاذ نفسه ومن أجل خلط هذه الأوراق. وأيضا لا يريد نتنياهو يعني إلا إعادة احتلال قطاع غزة والضفة الغربية، وهو قال بشكل واضح وملموس: أنا الذي أستطيع أوافق على إقامة دولة فلسطينية، ولا يوافق أيضا على يعني يعتبر تفكير ما بعد نتنياهو، بمعنى تفكير ما بعد آخر مواطن إسرائيلي. بذلك نتنياهو يعني يمارس هذه سياسته من أجل تحقيق شخصية وانفلات من العقاب والمحاسبة نتيجة يعني لكونه رئيس وزراء متهم بالفساد، ولا أيضا لإفشاله في يعني 7 أكتوبر وتهديد الوجود الإسرائيلي والإخفاق الاستخباراتي والعمليات نتيجة يعني طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. أنا أشكرك شكرا جزيلا مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي من رام الله، شكرا جزيلا لك.